البلدية والمطافي والأمن الصناعي. ياه، احنا لازم نستنى الموافقات دي كلها؟ طبعا، هي سايبة. طب ايه رأيك بقى في اللي بيحط حجر عافية ومن غير تصريح وبيسد الشارع؟ من غير تصريح يبقى هيتعمل له محضر وهيتعمل مخالفة وهيدفع غرامة، وإذا ما دفعش غرامة هتبقى قضية، إنما لو معاه تصريح خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. المهم يا أستاذ أمين، أنا هاخد التصريح إمتى؟ تسهيل على الله، وكل شيء بثمنه. يا أستاذ أمين، أنتوا كل اللي بتطلبوه مني بدفعه، دمغات ومصاريف ومفيش فايدة. فكر شوية، شغل مخك، يمكن في حاجة ما اندفعتش هي اللي معطلة لك الدنيا. حاجة إيه يا أستاذ أمين؟ أنت كل اللي طلبته مني دفعته. في حاجات ما ينفعش تتقال ولا نقول عليها. قول لي كده. كل سنة وأنت طيب. أنت طيب يا سيدي بالصحة والسلام. إن شاء الله أجي آخد التصريح إمتى؟ وتيجي ليه يا سيد؟ التصريح بتاعك جاهز أهو. الله، يعني مش بعد العيد؟ وبعد العيد ليه؟ ما دام دفعت العيدية يبقى إحنا كمان لازم نفرحك ونعيد عليك. الله، طب وتصاريح البلدية والأمن الصناعي و لا 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 لا، دي كلها حاجات روتينية. الكلام ده لما يبقى شارع عام، إن واضح من الورق بتاعك إنك في شارع جانبي، يعني الحاجات دي كلها مش مهمة. ربنا يخليك لينا يا عم أمين. ويخليكم أنتوا لينا ويرزقكم برزقنا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش فاهم يا أستاذ أمين، أنت إزاي بتصلي الفرض الفرض وتبقى على نفسك في الرشوة دي؟ يعني أنت ما بتقبلهاش يا أستاذ سيد؟ أيوه، بس أنا ما بصليش. وبعدين مين اللي قال عليها رشوة؟ أمال تعتبر إيه؟ دي دمغة نفس عشان الموظف الغلبان اللي زي حالاتي يعرف يعيش ويصرف على عياله. ما هو لما نفسه تبقى مفتوحة مزاجه هيبقى عالي وهيخلص مشاغل الناس. دمغة نفس؟ أيوه دمغة نفس. ولعلمك بقى دي أهم دمغة في الدمغات، والمفروض إنها تتحط في الدمغات رسمي، ساعتها الشغل هيمشي زي الفل. دي تعتبر مكافأة للموظف على سرعة تأديته وخدماته للمواطنين. وبما إن الحكومة ما بتدفعش الدمغة دي، فالمفروض المواطن هو اللي يدفعها تقديراً لزميله الموظف علشان يمشيله شغله. تصدق معاك حق. أنا طبعاً، أنا منهجص. شكراً. بابا اتأخر وهيأخرنا كده على المحاضرة. ها سيبك بقى كده وقولي لي، باركت له على عيد ميلاده؟ باركت له. ها وقال لك ايه بقى؟ مفيش، شكرني ومشي. شكله بيتكسف يعني. مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ آدم جريء وب 100 لسان. مش عارفة كده انا بيجي لي احساس انه معجب بيكي بس مش عاوز يتكلم. معجب بيا ايه بس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عامة انا حاسة، وانا احساسي ما يخيبش ابدا. بطلي التخريف اللي انت بتقوليه يا هبة. انا وادم زي الاخوات متربيين مع بعض، يعني مفيش ما بيننا التخريف ده. طب ما انا متربيه معاكم من زمان وبرضه بيهتم بيك انت زياده. بطلي هبل بقى يا هبه. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا هنور. ازيك يا عم عبيد؟ اهو الحمد لله عايشين بنكافح. اتاخرت ليه يا بابا؟ انت كده هتاخرني على المحاضره. لا، كله الا المحاضرات. انت عارفه السنه بتوقف عليها بكام؟ طب ايدك على 100 جنيه. 100 جنيه؟ ليه كفالة الشهر؟ اصل يا بابا في فستان عاجبني قوي وكنت محوشاله ومش ناقصني غير 100 جنيه. فاضل 100 جنيه؟ ليه؟ امال الفستان ان شاء الله ثمنه كام؟ حوالي 400. ايه ده؟ ليه؟ فستان معمول من الذهب؟ ايه يا عم عبيد؟ ده في فساتين بتعدي الألف والألفين. الله، النبي ياخد اتنقطينا بزكاتك بلا تقول دم. يلا يا بابا بقى هات ال 100 جنيه. طب ما تراجع نفسك يعني؟ اراجع نفسي في ايه؟ يعني دي عندك فساتين كتير، ده انت عندك يجي 5. بقولك ايه يا بابا، ما تخصمهم من مصروفي الشهر الجاي. وما هو من غير ما تقولي هو كده كده كان هيحصل، وما لك في كلمه. طب يلا بقى هات ال 100 جنيه. طب اقولك، ما تجيب ال 300 اللي انت محوشاهم على ال 100 اللي انا حديهم لك وافتح لك دكتور توفيق. الفستان يعني الفستان. طب ما كفايه 50. بطل بقى حركاتك دي يا بابا. امر لله، ما انت الحيله اللي طلعت بيها من الدنيا. اتفضلي. ايه دول يا بابا؟ مديني 100 جنيه خمسات؟ انت مش هتبطل حركاتك دي؟ ايوه، كل 5 فوق 5 عشان البت اللي معاكي دي واضح ان عينيها مطفره والعين فلتت الحجر. ماشي يا بابا. سلام. 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 سلام يا اختي. انا عارف بنتي طالعه ايدها مخرومه لمين، مع انه امها بخيل.